والآن يا بني سأعلمك أذكارا تقولها صباحا أو مساء. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسيت فقل: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وإذا أمسيت فقل: أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله ثلاثا حين تصبح ومثل ذلك في المساء. وهناك الكثير من الأذكار التي يمكنك أن تقولها أيضا.